السلام عليكم يا زامي ومرحبا بكم معنا في الحلقه الاولى من البرنامج لو سبور سي دافا. الحلقه الاولى اللي خصنا لو طرافاي ديال لي زابدو، كيفاش نحرقوا هذاك الدهون اللي عندنا زايده في الكرش ديالنا، نتخلصوا من هذاك الانتفاخ ديال البطن. لي زيكزارسيس دي كومبينيزون اللي غادي يكونوا في هذه الحلقه اليوم، اللي كنتمنى وجو سو سيغ ان شاء الله اللي غادي يوصلكم من هذاك الريزولتا اللي كتقلبوا عليه. قبل ما غادي نبداو غادي نطيح لكم واحد الفكره اللي هي جد زوينه وكتموتيفي وتخليكم توصلوا لهذاك الريزولتا. اي واحد كيكون عنده هذا السنتيمتر في الدار، غادي ناخذ واحد الورقه واحد ستيلو، غادي نشد، شوفوا معايا، غادي نمشيو لو او ديال لو فونتر ديالي، غادي ناخذ هذا لو سنتيمتر، غادي نعبر، غادي نقيد داك الشيء في ورقه ونهود لتحت ونعبر من النيفو ديال لو نومبريل ديالي، البوت ديالي، نعبر ونقيد وندير هذا لو بروغرام هذا اللي غادي نحاولوا نديروه من ثلاثه حتى لاربعه ديال المرات في السيمانه، وغادي نشوفوا النتيجه ديالو في الاخر ديال السيمانه، نعاودوا نعبروا بهذاك سنتيمتر ونشوفوا شنو اللي غادي يعطينا. حاجه اخرى، هذا البروغرام ما درناهش غير الناس اللي كيترينيو، الناس اللي ديجا سبورتيف، درناه لكلشي، كلشي يقدر يديرو، صغير كبير اي واحد يقدر يديرو. الا جاوكم دي موفمون صعب باغ اكزومبل، الناس اللي عندهم الحرق ديال الدار تيبغيو يديرو لي موفمون ديال لي زابدو تيحسوا بالالم في الدار، غادي نعطيكم اون ميم طون دي زوبسيون فاسيل اللي تقدروا ديروهم باش تقدروا تتبعوا معنا في هذه الحلقه وكلشي يستافد معنا في هذا البرنامج هذه. حاجه اخرى قبل ما نبداو، ابونوا عندي في لاباج في لاشين ديالي، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. قبل ما نبداو كلشي غادي يكون مستعد معايا، غادي ناخذوا لاكورد، عندنا 5 سيري، 5 ديال لي سيري اللي غادي نبداو بهم. كيف ما كتشوفوا غادي نحتاجوا لاكورد، وحتى اللي ما عندوش لاكورد اولا ما كيعرفش يديرها، غادي نخلي لكم اوبسيون فاسيل اللي كتشوفوا في الجنب في لو كوتي ديال ليكرون، غيكون عندكم لوبسيون فاسيل لو شوا باش تقدروا تتبعوا معايا بالناس اللي ما كيقدروش يبداو. دونك غادي نبداو لا بروميير سيري، غادي يكون عندنا 5 سيري بلا كورد، ومن بعد غادي نبقاو في الارض باش نكملوا لو طرافاي ديالنا. 5 4 3 2 1 دقيقه ديال المكانه بلا كورد، كلشي يبدا معايا. 3 2 1 سي بارتي، ليتس جو. اوب، علاش اخترت هاد لا كورد هادي؟ باسكو لا كورد هو واحد لو طرافاي اللي كيخليني نجمع ونزير هذاك لو موسكل سيرتو ديال لي زابدومينو ديالي ولي كوت والجناب. دونك لا كورد هي لا سول سوليسيون اللي غادي تخليني انني نحرق هذاك الدهون اللي عندي زايده في الكرش، غادي تعاونني اكثر. كيف ما كتشوفوا اوبسيون فاسيل عندي في الجناب، اللي ما كيقدرش يلعب بلا كورد او لا اللي ما تيقدرش ينقز يمكن يتبع اوبسيون فاسيل. خلي الصدر ديالي واقف، نتنفس مزيان، نحاول نجمع كرشي. 15 سكوند، 15 ثانيه، خلي داري واقف 10 سكوند، 10 ثواني، يلا واجدين. 3 2 ستوب، غادي نحط لاكورد، غادي نمشي على ظهري، شوفوا معايا، غادي ناخذ ان تابي ونجلس على ظهري، نفس العمليه دقيقه ديال المكانه على ظهري، نهز رجلي ونمشي بيدي عند رجلي. 5 4 3 2 1 سي بارتي. نحاول ندفع الصدر ديالي فوق، تنحس الظهر ديالي بالور كيتجر، يدي يكونوا مطلوقين، ولكن نحاول نقربهم لي بي ديالي. بالنسبة للناس اللي تيضرهم ظهرهم في هذه الحركة، يحط رجلك ونكمل نفس العملية ونخلي رجلي محطوطين في الأرض. 30 ثانية، أوب، نحاول ندفع مزيان. 20 ثانية، مبقى لينا والو، حاول ندفع مزيان، حس بالعضلة ديال الكرش ديالي كتزير. 10 سكوند، يلا ما نوقفش، كلشي معايا. 10 ثواني، 7 6 5 4 3 2 ستوب، نمشي لدوزيام ساغي، نرجع لاكورد مرة أخرى، دقيقة ديال المكانة، كلشي معايا. 3 2 1 كرونو سي بارتي، ليتس جو. نحاول نخلي الصدر ديالي واقف، نجمع العضلات ديال الكرش ديالي، نحاول نبوجي شوية على لي بوان دي بي، على الصبع ديال رجلي. 1 2 1 2 1 2
كيف ما كتشوفوا ديما كنعطيكم لوبسيون فاسيل اللي ما بقاتش يلعب بلا كورد يمشي غير بشي عليه حاول نحرك رجلي بشويه مره اليمين مره اليسار ولا لاحظتوا اي موفمون ديال لي زابدو غادي نديروه غادي تحسوا ملي غادي توقف غادي تحسوا بالعضلات ديال الكرش كيتزيرو مزيان خلي ظهري واقف سير لو فونتر وي سكوند 8 ثواني الي لي زامي جوج واحد ستوب نرجعوا لتحت الارض ونمشيو للحركه الثانيه يلا استعدوا معايا كونو خلي الظهر ديالي واقف نهز رجلي ونحاول نحرك رجلي مره اليمين مره اليسار نهز الصدر ديالي فوق و جو بوش 5 4 3 2 سي بارتي كونو حاول ندفع الصدر ديالي فوق نطلق يدي نهز الظهر ديالي نحس بالعضلات ديال الكرش ديالي من التحت كتزير اللي ما تيقدش يدير هذه الحركه يمكن له يحط رجلو في الارض خليهم ديما متنيين زاويه قائمه على النيفو ديال لي جامب ديالك 90 درجه حط رجلي غير بشويه كلشي معايا متبعين معايا يلا توس انصامب بوم فتح الدار ديالي الفوق حاول نتنفس مزيان ما بقالناش بزاف 20 ثانية كلشي معايا الي لي زامي بام فتح الفوق حاول ندخل الكرش ديالي لداخل نفس مزيان 10 ثواني الي لي زامي بشوية 4 3 2 ستوب دوبو كلشي معايا واقف خلي الصدر ديالي واقف نمشيو الحركة ثالثة سيري كلشي معايا ناخذ لا كورد 3 2 1 سي بارتي ليتس جو با 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 ثالثة سيري غادي نبداو نحسو براسنا دابا شويه بدينا كنسخنو لا تمبيراتور بدات كتطلع لا فريكونس كارديك بدات كتطلع حتى هي سي لو مومون اللي خصكم تكونسونطراو معايا سي امبورطون باش نحرقوا هذاك الدهون اللي عندنا زايده في الكرش ديالنا في وسط الجسم يلا لي زامي عشرين ثانيه ديما نفتح الصدر ديالي وكنتنفس مع الحركه غيسبيغ عشره ثواني ستوب نحط لاكورد ونمشي للحركة الثالثة نعس على الظهر ديالي شوفوا معايا شنو غادي ندير هوب نجلس نحط دابا رجلي نفتح يدي وغادي نخدم العضلة ديال الكرش ديالي من الفوق ومن تحت شوفوا معايا نطلع الفوق وغادي نرجع نطلع الفوق وغادي نرجع دقيقة ديال المكانة عطيوني لو ماكسيموم 3 2 1 سي بارتي الي لي زامي هوب 2 حاول نتنفس مزيان فاس الصدر ديالي فوق نهز رجلي اللي ما تيقدرش اولا اللي كيحرك رجلو تيحس بالضغط وكيضرب يحاول يحرك غير الصدر ديالو من الفوق بلا ما يحرك رجلو الا ما عندكش مشكل في الظهر يمكن لك تحرك رجلك عادي باش تخدم العضلات ديال الكرش كامله من الفوق حتى لتحت ثلاثين ثانية حاول ندفع الصدر ديالي مزيان فوق غادي نحس بالعضلات ديال الكرش ديالي كتزير جوبونس انتوما كتحسو بحالي كتحسو بها كتزير ياك يلا صبروا معايا مبقاش بزاف 10 ثواني هوب تفاعل فوق ستوب يلا نرجعوا لاكورد كاتخيام سيري بقاونا جوج سيريات باش نرجعوا للارض الصدر ديالي واقف 3 2 1 لاكورد سي بارتي ليتس جو بالنسبه للناس اللي تيلعبوا لاكورد اولا اللي ديجا عندهم ليكسبيريونس
تلعب بولا كورت يمكن لك تحرك رجلك يمكن لك تلعب اليمين اليسار دخلت بوجي برجلك تلعب با دو سوسي بالنسبه للناس اللي ما تيقدوش يمكن لك تبقى عادي في لو ريتم مويان سينون تو بوج مره اليمين مره اليسار تحرك غادي تعاونك تحرك اكثر سيرتو في النيفو ديال لي زابدومينو بام 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 باقي لنا 20 ثانيه 20 سكوند توس انصامبل allez les amis لا با لا لا با 10 ثواني خمسة ثواني ثلاثة جوج ستوب كلشي على ظهرو يلا معايا دقيقة ديال المكانة نحاول نتويستي دغوات اي غوش دقيقة ديال المكانة ثلاثة جوج واحد ليتس جو اوب نتويستي لو جونو ديالي حاول يمشي عند لو كود ديالي باردون حاول يمشي عند لو جونو بالنسبة للناس اللي كتجيهم صعيبة هاد الحركة هادي نحط رجلي غير بشوية نخليها فليشي زاوية قائمة 90 دوغري ونحاول نتويستي مرة اليمين مرة اليسار دقيقة ديال المقالة يلا حاولوا تعطوني لو ماكسيموم الي لي زامي اوني سوغ لو كاتخيام سيري دابا نحاول ندفع الصدر ديالي الفوق ونزير يلا اون تيان تويستي ما نوقفش شحال ديال الوقت سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة جوج ستوب نمشيو لاكورد لا ديغنييغ سيري دقيقة ديال المكانة باش نساليو هاد لا بخومييغ باغتي ألي لي زامي ليتس جو 3 2 1 بوم اون مينوت نحاول نخلي الصدر ديالي مفتوح نجمع العضلات ديال الكرش ديالي او ميم طون تنفس ما نوقفش يلا ثون سكوند 30 ثانيه عشرين ثانية حرك رجلي زير العضلات ديال الكرش ديالي حاول ندخلهم لداخل 10 سكوند ثلاثة جوج ستوب للحط ومشي على ظهري الديرنييغ سيري هاد لا بروميير بارتي نطلق رجلي نفتح يدي نطلع الفوق ونرجع دقيقة هاد المكانة 3 2 1 ليتس جو بام اللي ما تيقدش يمكن لك تحط رجلك في الارض نورمال وتطلع وترجع في حالة الا حسيتي بالدار ديالك تيحرقك اوب جو بوس كيف ما كتشوفوا الدار ديالي من اللور كنحاول نطلعو للماكسيموم باش نحس بداك لا كونتراكسيون في النيفو ديال لي زاردو كاملين بينا ما نوقفوش بوس يس عشرين ثانية واخا تحسوا بهذاك لا دولور واخا تحسوا بالعضلات ديال الكرش حاول تصبر باسكو سي امبوغتون باش تحرق هذاك الدهون اللي عنده زايدة في الكرش ديالك يلا بوم خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد ستوب سوبر كيف ما كتشوفوا دوزنا لا بروميير بارتي دوزيام بارتي ان شاء الله نعطيكم 30 سكوند روبو وغادي ترجعوا معايا ا توت سويت We'll be right back.
مشاهدينا الكرام دوزيام بارتي من هذه الحلقه هذه اللي غادي نكملوا فيها لو طرافاي ديال لي زابدو، ولكن هذه المره ان شاء الله غادي نسيبلو هذاك لي كوت اللي عندنا جناب هذاك الشحيمه اللي كتكون عندنا زايده. يلا غادي نمشيو دقيقه للمكانه من دوزيام بارتي لو غيناج توت سويت. يلا كلشي معايا بوزيسيون بلونش سور لي كود سوا سور لي جونو، كل واحد يختار سوا سور لي جونو سوا سور لي بوين دي بي. دقيقه ديال المكانه 3 2 1 سي بارتي. يلا غادي نطلع نجمع العضله ديال الكرش ديالي، خلي الدار ديالي مستقيم. اللي كتجي صعيبه الحركه يحط الركبه ديالو لتحت، يخلي الدار ديالو مستقيم ويقدر حتى هو يخدم معنا نفس الحركه. يلا كلشي معايا، عندكم لو شوا اونتر غيناج نورمال و غيناج سور لي جون. يلا دقيقه ديال المكانه باش نمشيو الحركه المواليه اللي غادي نخدمو فيها لي كوت. يلا لي زامي موتيفاسيون باش نحيدو الكريشه. 25 ثانية خلي الدار ديالي مستقيم. 15 سكوند 15 ثانية نحاولو نصبرو نحاولو نصبرو، كلشي يصبر معايا. با 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 6 5 4 3 2 ستوب. خليكم معايا غادي نمشيو للجناب، نحط لو كود ديالي الجناب، ندفع الصدر ديالي الفوق، نحاول ندفع هاد لي اونش. عندي 15 ريبيتيسيون سور لو كوتي، نحاول نطلع 15 مرة. 3 2 1 غادي نطلع 1 ونرجع الوسط، 2 ونرجع الوسط. نحاول ندفع لو ماكسيموم الفوق، نحط لو جونو ديالي وندفع بالنسبة للناس اللي ما تيقدوش أولا كتجيهم هاد الحركة صعيبة. 5 6 7 كلشي يكمل معايا 8 9 10 الي 4 3 2 بلوكي هنايا 5 سكوند 5 4 3 2 ومشي جهه اخرى نفس العمليه ديناج دقيقه ديال المكانه 3 2 1 سي بارتي الي. غادي نخدمو دابا الجهة ديال اليسار نفس العملية، ولكن قبل ما غادي نخدمو الجهة ديال اليسار خصنا نديرو الكناج دقيقة ديال المكانة. الكناج هو واحد لو موفمون لي كيخلينا نصحو سيغتو لو سونتر دو كورباسات ديال الجسم ديالنا، العضلات ديال الظهر والعضلات ديال الكرش كيتخدمو مزيان. اون فيت هو سي ان رونفورسمون لي كيخدم كاع لي موسكل، كيزير كاع لي موسكل ديال الكور، مي سيغتو هداك لو سونتر دو كورباسات ديال الجسم ديالنا تيتزير مزيان. و سيونتيفيكمون لو ميور طرافاي احسن خدمه اللي كتقدر تمكنك انك تجمع العضلات ديال الكرش ديالك هو لو غيناج. هاد الحركه اللي كتشوفوا كندير دابا، خليكم معايا ما بقناش بزاف 15 ثانيه نحاول نزير مزيان. الي لي زامي اللي ما قدرش يحط ركابيه سينو حاولوا تكملوا معايا سور لي بوين دي بي. 6 ثواني 5 4 3 2 1 ستوب. نمشي على الجناب نطلق يدي 15. يلا توت سويت دابا ما نوقفوش 3 2 1 نطلق يدي وندفع 1 2 15 مرة 3 4 دفع مزيان 5 عندنا 15 6 7 8 9 خلي السدر ديالي فوق 10 قولنا 5 الي 4 3 2 يلا نبقى هنا ونزير 5 4 3 2 ستوب ورجع للجهه اخرى نعاودو نفس لا كومبينيزون على الجهه ديال اليمين. غيناج دقيقه ديال المكانه سي بارتي. الو لي زامي اون اتاك، سي لو مومون اللي غادي نحرقو فيه هذاك العضلات ديال الكرش ديالنا. ليتس جو دقيقه ديال المكانه عاد دابا غادي نبداو نحسو بالعضلات ديالنا تيتجمعو، العضلات ديال الكرش تنحسو بهذاك لا دولور، مي سي با غاف سي ان مومون كي امبورطون باش نحرقوا هذيك الدهون اللي عندنا زايده في الكرش ديالنا. يلا كلشي معايا لي زامي نصبروا باش نوصلوا للنتيجه. مابقاش بزاف 30 ثانيه كلشي معايا. خلي الدار ديالي مستقيم، ما ننساش نحط لي جونو بالنسبه للناس اللي تيحرقهم دارهم اولا ما تيقدوش يديروا هاد الموفمون. لي زوط حاولوا تصبروا معايا ما بقاش بزاف 10 ثواني. ليتس جو 5 4
ثلاثة جوج ستوب نمشي الجهة سور لو كوتي 15 مرة 15 ريبيتيسيون سور لو كوتي نهز لي اونش ديالي نحاول نطلعهم الفوق ثلاثة جوج واحد كلشي معايا هوب يلا ندفع 1 2 3 اوبسيون فاسيل نحط لو جونو بالنسبة للناس اللي ما تيقدوش ديما كنخلي لكم لوبسيون فاسيل 7 8 9 كلشي يحسب معايا 10 11 بوس 12 13 14 يلا نبلوكي 5 سكوند 5 4 3 2 نفس العملية على الجهة ديال اليسار المرة الأخيرة نحط لو كود ديالي يلا كلشي معايا حط لي كود ديالي 5 4 3 2 1 ستوب شبع دابا هنا واخا تحسوا بلا دولار كيف ما كتشوفوا معايا واخا تحسوا بلا دولار حاول غير ندفح نتهبط شويه نخلي الدار ديالي مستقيم نحط لي جوني ديالي نزيد ولكن تنقص مع الحركه نصبر كل ما حسيتي بهذاك لا دولار كل ما المسك ديالك كيحرق اكثر وكيخدم العضله ديال الكرش ديالك يلا اون فيت حتى الجيماج كيحاول يأميليوري لينا يطور لينا يحسن لينا النسبة ديال لا بويسونس القوة في الجسم ديالنا شحال بقى دابا 15 سكوند 15 ثانية كلشي معايا منوقفوش 5 4 3 2 ستوب نمشيو على الجهة ديال اليسار دابا نهز يدي 5 4 3 15 ريبيتيسيون ستوب 1 جوج كلشي يحسب معايا دفع مزيان 5 4 7 8 9 ادي سونكو 5 5 4 3 جوج اون بلوك اون ريست صبر 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 5 4 3 جوج ستوب 30 ثانية ديال الغوبو غادي نرجع معكم توت سويت باش نمشيو للتخوازيام بارتي A tout de suite. ثروازيام بارتي اللي غادي نخدموا فيها العضلات ديال الجناب والعضلات ديال الكرش من تحت ديال الكرش ديالنا من تحت كنعرفوا بزاف ديال الناس عندهم بروبليم ديال الزياده ديال الوزن هذاك لاغريس هذاك الشحيمه لتحت اجي تشوفوا شنو نديروا دابا دقيقه ديال المكانه نجمع نفتح الستر ديالي وحاول نطلع بلوكود ديالي عند لاونج ديالي 5 4 3 2 1 دقيقه ديال المكانه ليتس جو اوب طلع كيما كتشوفوا تحسوا بالعضلات ديال الكرش العضلات ديال لي كوت لي زوبليك تيتزيرو هاد لا كومبينيزون درناها باش نتمكنوا اننا نحرقوا نجمعوا هذاك لو سونتر دو كور وسط الجسم ديالنا كامل يتجمع وما تبقاش هذاك التهرهلات اللي عندنا في الكرش ديالنا 30 ثانية حاول نطلع مزيان كل ما دفعتي الكود ديالك كيمشي لقدام كل ما كتحس بهذاك لي موسكل ديال الجناب ديالك كيتخدموا اكثر 15 سكوند 12 11 الي ما نوقفش عطيوني لو ماكسيموم عطيوني لو ماكسيموم الي لي زامي 3 2 ستوب غادي نمشيو لا بلانش كيف ما كتشوفوا معايا سور لي بوين دي بيي سور لي مان بوزيسيون بلانش نحاول نتيغي لي جونو ديالي دقيقة ديال المزالة مستعدين 3 2 علي كلشي معايا حاول نتيغي مرة اليمين مرة اليسار ادفع بالنسبة للناس اللي كتجيهم صعيبة هاد الحركة حاول نمشي خطوة ندفع لي جونو ديالي مرة اليمين مرة اليسار غير بشوية عليا يلا سي بارتي اكسيليرو ما نوقفوش خليكم معايا 45 ثانية اللي باقا حاول ننسى لا دولور ننسى الحريق حاول نجمع كلشي مزيان
تنفس مزيان مع الحركة وما نساوش اوبسيون فاسيل اللي هي يتقل غير بشوية سامارش. يلا هاد الحركة هادي كتمكنكم انكم تحرقوا هذاك الدهون اللي عندكم في الكرش ديالكم من تحت. كلشي معايا ثمانية ثواني أربعة ثلاثة جوج ستوب رابيد نمشيو للجهة الأخرى اليسار نجمع الجهود ديالي كلشي معايا كلشي معايا كلشي معايا رابيد ألي لي زامي ألي لي زامي كلشي معايا هوب دفع هوب دقيقة ديال المكانة سي بارتي هوب شي غا مزيان فتح سير حاول ندفع الكود ديالي يمشي لفوق مزيان مزيان ندخل العضلة ديال الكرش ديالي لداخل حاول ندخلها لداخل اونتيغ ما نوقفش 30 ثانية حاول مزيان دفع الفوق علي زامي لا لاشي با ما نوقفوش ما نوقفوش بام بام ميم با 10 سكوند بام 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 اربعة ثلاثة جوج نمشيو رابيد من كوتي غوش كوتي دوا تيراج ديال لي جونو ثلاثة جوج واحد سي بارتي يلا تير لي جونو ديالي حاول غابي اللي يقدر يمشي بزربه مزيان اللي يقدر يمشي بشويه عليه حاولوا تاخذوا لو ريتم مي لو بلوز امبورطون ونديروا لو ماكسيموم اكثر عدد ديال التيراج ديال لي جونو ما نوقفوش سي بارتي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو علي لي زامي ما نوقفوش نفس مزيان مع الحركه ما نوقفش يلا 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 كوراج لي زامي Allez les champions, vous êtes les meilleurs. Acherine Tania, Kuchi Maya. Resmizian, 15 secondes. Sba, stop, comme ça. Arba, Kliat, Jouge, stop. نفس العملية ولكن غادي نديرو ان بوتي شونجمون في الموفمون شوفو معايا غادي نهز دابا سوا غادي نبقى على الحركة اللي درتو الأولى بالنسبة للناس اللي عندهم حرق دار سينون لي زوطخ لي مولفين تيترينيو غادي نجمع رجلي وغادي نطلقها دقيقة ديال المكانة ثلاثة جوج واحد كرونو كو جو تيغ هوب دابا كنخدم العضلات ديال الرجل ديالي تا هما باش نخدم هاد لو كوتي كامل حاول تنفس مزيان نصبر ما نوقعش بابا 30 ثانية كيف ما قلت لكم اللي ما كيقدش ولا حس بالعيا يحاول يجمع لي جونو ديالو يخدم غير الجسم ديالو من الفوق نكملو كاملين يلا كلشي مكرهش كلشي يخدم معايا بهاد لو ريتم هذا باش نحرقو كتر 10 ثواني علي 6 5 4 3 2 ستوب نمشيو ديريكت رابيد بالزربه ما عندناش الوقت لا بلونش تيراج جونو 5 4 3 2 1 ليتس جو تيغي لي جونو حاول نشوفو الدار ديالي كيبقى مستقيم اون كونتيني كمل 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 كيبقى الدار ديالي مستقيم ونحرك لي جونو ديالي ما نوقفش اوبسيون فاسيل نمشي غير بشوية عليا بالنسبة للناس اللي ما تيقدوش يلا حاول نزير هنا هاد البلايص حسو بلي الريسك ديالنا تيتزير نحسو بالعضلة ديال الكرش كتزير كلشي معايا يلا نصبرو 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 علي لي زامي ما نوقفوش Vous êtes les meilleurs, ma kalina wa nou sali. Ma kalina wa nou sali. Aïe 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 aïe. Wouh!
papa, papa, papa. عشرة ثواني. عليك. ما نوقفش. خمسة، أربعة، ثلاثة، جوج، ستوب. شوف الجهة أخرى عاود. اطلق. اطلق يدي. تيري دقيقة ديال المدانة. ثلاثة، جوج، واحد. جو. حاول تنفس مزيان. واخا تحس بلا فريكونس الدقات ديال القلب كيطلعوا. صبر. ماشي مشكل. ندفع تيري ندفع تيري ما نوقفش كلشي معايا لي زام اون لاش با اون لاش با اون ريست اون غارد لو ريتم شحال باقي لينا 30 ثانيه وو مبقاش بزاف مبقاش بزاف ما نساوش اوبسيون فاسيل اللعيا يحاول يجمع رجلو ديزاكتيفي هذاك لو موفمون ديال الرجل يلا بقات لينا 15 سكوند بوم 14 ما نوقفش 6 5 4 3 2 ستوب نرجع مره اخرى تيغاج ديال لي جونو 5 4 3 2 ليتس جو اون تير حاول نرخي يدي العضلات مزيان الكرش ديالي ما نوقفش نتيغي لي جونو ديالي فهم مزيان عندنا دقيقة ديال المكانة اللي ما قدرش يمكن له يخدم على لي جونو ديالو يدفع مرة اليمين مرة اليسار المهم لو بلوز امبوغتون هو كلشي يخدم معايا كلشي يكمل حتى واحد ما يوقف هذا هو الهدف باش نسكيلتيو نضعفو نخدمو نزيرو نجمعو العضلات ديال الكرش ديالنا يلا بقات لينا 20 ثانية ماشي بزاف يلا اون اكسيلير اون اكسيلير بوم 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 10 ثواني 10 ثواني كلشي معايا 7 6 الي 5 4 3 2 ستوب واو برافو فاتيغي استخفتو شويه يلا نعطيكم 30 ثانيه وغادي نرجع لكم خليكم معايا رجعنا لكم لي زامي لا ديغنييغ بارتي لا ديغنييغ سيري اللي غادي نسالو فيها هذا لو بروغرام هذا غيكون شويه طويل ولكن هذا هو لو بروغرام اللي غادي يخلينا نوصلوا لهذيك النتيجه يلاه شوفوا معايا نحط لي كود ديالي ونحط لي جونو ديالي كلشي معايا انا نحاول ندير خطوه سور لو كوتي على الجهه ديال اليمين ديالي وخطوه بيدي على الجهه ديال اليسار ديالي غادي نديرو 20 مره حاولوا تبقاو معايا 3 2 1 يلاه كلشي معايا نحسمو 1 2 3 4 نحس بالعضله ديالي كتزير نطلق يدي غير هو اللي خصنا نديرو ما نحركو حتى شي حاجه ما خصها تتحرك في الجسم ديالك من غير يديك حيت كل ما كتطلق يديك كل ما العضله ديال الكرش كتزير شحال دابا 9 10 باقي لينا 10 تري بيان 2 3 4 5 خلينا 5 6 7 8 9 10 نجمع كلشي هنايا نطلق ونحاول نفتح الرجل ديال اليمين والرجل ديال اليسار 20 مرة كلشي معايا 3 2 1 سي بارتي على اليمين وعلى اليسار 1 2 3 نبقى على ركابي بالنسبة للناس اللي ما تيقدوش يمكن لك تكمل الحركة على ركابي 5 6 كلشي معايا 7 8 9 بقاو لينا 10 يلا كاملين 10 9 8 7 6 5 4
4 3 2 stop. نمشيو نفس العمليه نعاودوها مره اخرى. ركزوا معايا، نفس العمليه غادي نعاودوها مره اخرى. نحط لي كود ديالي في الارض وغادي ندفع، ولكن نحاول نهز لي جونو ديالي. اللي ما قدرش يبقى على لي جونو با سوسي. صافي 3 2 1 20. الي ان تري بيان. 2 3 4 5 6 7 8. اللي بغى يبقى على لي جونو ديالو ماشي مشكل. 10 11 يكمل معنا. 12 على الركاب ديالو. 13 صبر شويه. 14 15 16 نحاول ما نتحركش بلي اونج ديالي. 17 18 19 20. وغادي نبقى هنايا وغادي نمشي في الرجل ديالي مره اليمين مره اليسار. الي ليتس جو. 1 تري بيان. 2 3 4 5 كلشي معايا. 6 7 8 9 10 نكمل على ركابي اللي ما قدش، اما اللي قدر يخليك على لي بوان دي بي. دوز الي 11 12 كلشي معايا. 13 14 15 16 17 18 19 ستوب. يلا شوفوا معايا باقي لنا 2 سيري 3 سيري تشالنج باش غادي نسالو دقيقة 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 وغادي نسالو لو بروغرام ديالنا. شوفوا معايا الناس على الدار ديالي، كلشي ركز معايا مزيان. الناس على الدار ديالي، نهز الرجل ديالي فوق، نحسب دقيقة ديال المزانة ونحاول نتاع لو ماكسيموم ديال لا ريبيتيسيون. بومب بومب. دقيقة ديال المزانة شحال غادي نديرو فيها؟ أنا غادي نحسب الحساب ديالي وانتوما حسبوا الحساب ديالكم. مستعدين؟ 3 2 تشالنج ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ما نوقفوش. حاولوا تعطوني لو ماكسيموم، اكثر عدد اللي تقدروا ديروا في دقيقه ديال المكانه. 22 23 24 25 26 27 29 1 2 3 4 مزيان. 4 5 6 7 8 9 زيد 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. 1 2 3 4 5 6 7 60. يلا كلشي معايا كلشي معايا. ما نوقفش ما نلاشيوش، ما بقى لينا والو. 10 ثانية. 80 70 6 80 90 ستوب. واو 10 ثواني نرتاحوا ونمشيو للتشالنج اللي غادي يكون جاي في الدقيقة ديال المجرى. نحاولوا نبوزيو لي جون ديالنا للماكسيموم، ما نوقفوش. يلا مستعدين؟ 3 2 نون ستوب ليتس جو. نحاول نحرك رجلي ما نوقفش دقيقة ديال المكانة. حسوا بالعضلات ديال الكرش كيتزيو، ولكن صبروا، مهمة باش نكملوا هاد البروغرام ديالنا. 41 بقات لينا 40 ثانية، مابقاش بزاف، ماشي بزاف. يلا كلشي معايا. اللي ما قدش يمكن له يحط غير لي جونو ديالو، غير الصبع ديال رجلو، يخلي الجنو مفليشي. إذا كان ظهرك تيضرك، سينو يمكن لك تكمل عادي با سوسي، واخا تحس بالحرق. الي لي زامي يلا ما نوقفوش. 19 ثانية 16 ما نوقفش. توس انسومبل 7 8 7 6 5 4 3 2 ستوب. واو بقينا واحد التشالنج 1 مينوت. شوفوا معايا دقيقة ديال المكانة. غادي نحط يدي هنا، نجيب لو جونو ديالي عند اليمين وعند اليسار باش نخدم العضلة ديال الكرش ديالي من تحت وهاد الجنابات هادو. دقيقة ديال المكانة تشالنج، عطيوني لو ماكسيموم شحال تقدروا ديرو. ليتس جو. الي اوب بام على اليمين على اليسار. حاول ركبتي تقرب تقيس لي يدي
باش نخدم هذيك العضله ديال الكرش ما نوقفش علي لي زامي بام 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 اب اونتيغ اللي ما قدرش يحط تركيبه يكمل عادي هذا اوبسيون فاسيل اللي كتجي هذه الحركه صعيبه يلا تشالنج نكملوا كاملين بينا ما بقالناش بزاف 30 ثانيه علي لي زامي ما نوقفوش علي كوراج vous êtes les meilleurs on ne lâche pas ne lâchez pas les amis allez 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 20 ثانيه 20 ça brûle ça brûle صبروا 15 ثانيه كل شيء 10 ثواني ما بقى والو 8 7 6 5 4 3 2 stop واو Bravo, bravo alaikum, bravo alaikum. Je suis sûr que le programme va être déroulé camion, inchallah, va vous salcom avec le résultat les bruits que tu as là. Tabarakallah alaikum, ma limite salcom. ولكن حاجه اللي خصكم تعرفوا البروغرام ديالنا ما كيساليش هنايا خصها تكون الماكله ديالنا منظمه خصو يكون عندنا واحد البروغرام ديال الماكله منظمه ما يمكنناش ناكلوا اي حاجه اهم حاجه اللي خصكم تركزوا عليها هي الماكله ديالكم كيفاش خصكم تاكلوا الماكله ديالنا خصنا اهم حاجه نركزوا عليها لي بروتين بحال الدجاج بحال اللحم بحال الحوت لي فخويته هما الخضر حتى هما خصنا نكونوا كناكلوهم لي ليغوم اي الحاجه اللي مهمه ابخي السد العشيه ما خصناش نكونوا كناكلوا دي شوز اللي يكون فيهم سكر بحال الحلوى بحال لي فخوي اللي كيكون فيهم سكر بزاف بحال الدلاع بحال البنان بحال لافوكا دي شوز اللي يقدروا يزيدوا يطلعوا ليا الوزن ولا يطلعوا ليا نسبه السكر وتكون عندي الكرش هادو الحوايج اللي خصنا نيفيتيهم مي خصنا نركزوا على لي بروتين كيف ما قلت لكم نتمنى تكون استفدتوا معايا في هذا البرنامج هذا كما قلت لكم بجوج ثلاثه حتى اربعه المرات في السيمانه تعاودوا هذا البرنامج وغادي يمكنكم انكم توصلوا وتحصلوا على هذاك النتيجه اللي بغيتوا قبل ما تساليوا ما تنساوش تابوناو في لاشين عندي ضغطوا على الجرس انستغرام فيسبوك يا سكوتش لو سبور سي دابا نتمنى يعجبكم البروغرام تبقوا على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله